وفي يوم اكيد هقدر اطول ابعد سما. انا في قلب قدر يقول الكلمة من غير ترجمة. تأمل الفنانة الصغيرة صاحبة الصوت الملائكي كريستين باسم إبراهيم، تأمل في الغناء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى يتسنى للعالم سماع صوتها. حصلت كريستين وهي من ذوي القدرات الخاصة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الغناء، حيث تم تكريمها من رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس أندريه زاكي ومحافظ أسيوط. بحلم أني أغني قدام الرئيس السيسي علشان مصر كلها تسمعني. الحلم ده أنا ليه يعني كنت عايزاه؟ علشان في حفلة كان حضرها الرئيس السيسي كان بيغني فيها ولد اسمه عبد الرحمن من ذوي القدرات الخاصة. فأنا لما شفت الحفلة يعني كنت عايزة مثلا أبقى معاه أو أغني مثلا قدامه. حابة أقول للرئيس إن أنا بحبك قوي وبشكرك لأن أنت خليت يكون لينا دور في المجتمع. في كل حفلة حضرتك بتبقى موجود فيها بتسمعنا، بنبقى إحنا موجودين فيها بتتكلم معانا، وشكرا لأن أنت خليت يكون لينا دور في المجتمع. كريستين بدأت الغناء في عمر السادسة وشجعها كل من سمع صوتها، فبدأت التدرب على الغناء بشكل جاد، ولم يمنعها فقد بصرها من ممارستها الغناء وإثبات ذاتها وتنمية موهبتها الغنائية. بدأت أغني من وأنا عندي 6 سنين. كانت أول مسابقة دخلتها حفلة الأمانة العام، مسابقة الأمانة العامة 2016، وأخدت فيها مركز أول على مستوى جمهورية. وكنت ببقى موجودة في حفلات بيبقى موجود فيها المحافظ والأمين العام ورئيس الطائفة الإنجيلية. هي طفلة نابغة من ساعة ما دخلت المدرسة من KG1، متفوقة في كل شيء، متفوقة علميا، متفوقة فنيا، تحب الموسيقى جدا. وأكتر حاجة لاحظوها مدرسين ميوزك إن هي بتظبط لحن، وأكيد البيت كمان ليه دور لأن هما اللي شجعوها وخلوها تنمي موهبتها. إحنا هنا اكتشفناها وفعلا اشتغلنا عليها، ودايما بتشرفنا في كل المحافل قدام المحافظ وقدام الأمين العام وقدام رئيس الطائفة. ومن 4 سنين اتكرمت لأنها خدت مركز على مستوى الجمهورية في أحلى صوت، والسنة دي برضو خدت جايزة على مستوى الجمهورية. تتمسك كريستين بموهبتها في الغناء مع تشجيع أسرتها ومدرسيها على مواصلة حلمها والتمسك به بعدما حققته من نجاح وما نالته من تكريم وشهادات تقدير في مناسبات عديدة.